دلوقتي تعالوا نروح عشان نتابع مع بعض آخر المستجدات في النادي الأهلي بفروعه المختلفة وفرقه المختلفة وأنشطته المختلفة مع زميلتنا العزيزة سارة حامد المتواجدة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. سارة صباح الفل عليكي وإن شاء الله أسبوع سعيد عليكي وسامعينك اتفضلي. صباح الخير يا كريم واكيد بصبح عليك انا هواندو وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وخليني طبعا في البدايه قبل ما اتكلم معاكم في اي حاجه اقول لكريم يعني الحمد لله على السلامه، نورت تاني طبعا برنامج 10 الصبح في الاهلي. ويمكن طبعا زي ما انت قلت يا كريم يعني حاليا انا متواجده معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان طبعا اطلعكم على كافه الامور والاخبار طبعا المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي. وخليني في البدايه يعني اتكلم معاكم عن يعني قطاع الناشئين الخاص بالنادي الأهلي. يمكن في الفترة الماضية يعني اجتمع كابتن الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين والمدير الفني التشيكي مايكل بروكيش، يعني اجتمع معهم يعني في الايام الماضيه يعني في جلسه في فرع النادي الاهلي بمدينه النصر عشان طبعا يطمئن على كافه الامور والاستعدادات لجميع الفرق يعني داخل قطاع الناشئين للفتره القادمه. ويمكن يعني من خلال الجلسه قال كابتن خالد دبيبو ان كابتن الخطيب يعني استمع لشرح مفصل عن استراتيجيه العمل اللي يعني بيتم بيها في الفتره الحاليه داخل جميع الفرق. ويعني كمان اكد كابتن يعني خالد دبيبو ان كابتن خطيب يعني كان بيطمئن بشكل كبير على يعني فتره الاعداد اللي موجود فيها حاليا جميع الفرق وازاي بيستعدوا بشكل قوي للموسم الجديد. وكمان كابتن يعني الخطيب اكد لكابتن خالد بيبو وللمدير الفني التشيكي انه يعني هو وجميع اعضاء مجلس الاداره مستعدين عشان يلبوا جميع يعني وكافه الاحتياجات لجميع الفرق عشان الفرق تستعد يعني بشكل كامل ويكونوا قادرين على ان هم ينافسوا بشكل كبير على جميع المسابقات والبطولات الفتره اللي جايه وكمان يحصلوا عليها ويحققوا نتيجه ايجابيه. ده بالنسبه لقطاع الناشئين. يعني كمان يعني بخصوص قطاع الناشئين امبارح النادي الاهلي اعلن بشكل رسمي عن انتقال يعني حارسي النادي الاهلي الشابان رمضان مصطفى واحمد طارق سليمان لنادي مصر المقصه في صفقه انتقال حر طبعا عشان يعني يكتسبوا العديد من الخبرات ويخوضوا العديد من المباريات عشان يعني مستواهم يعني يتحسن ويعودوا تاني لبيتهم النادي الاهلي ويشاركوا بشكل اساسي مع الفريق الاول. اكيد بنتمنى لهم التوفيق ولجميع اللاعبين اللي خرجوا يعني من النادي الأهلي لأي نادي عشان يعني يشاركوا بشكل أساسي ويعودوا مرة أخرى لبيتهم النادي الأهلي مع اكتساب العديد من الخبرات. ده بالنسبة لقطاع الناشئين. خليني بقى أروح لأخبار جميع الفرق الرياضية وهبتدي بالفريق الأول لكرة اليد رجال تحت قيادة طبعا كابتن طارق محروس. وبعد يعني المباراة الماضية يمكن النهاردة إن شاء الله لاعبي النادي الأهلي هيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي داخل النادي الأهلي الساعة 4 على صالة الأمير عبدالله الفيصل وطبعا عشان يستعدوا بشكل قوي للقاء يعني نادي الزمالك يوم الخميس القادم. يمكن قرر يعني يا كريم أقول لك إن كابتن طارق محروس ان الفريق يدخل في معسكر مغلق يوم الاربعاء بعد انتهاء يعني التمرين اللي جميع اللاعبين والجهاز الفني يدخلوا في معسكر مغلق عشان طبعا يعني اللاعبين يكونوا دخلوا في اجواء المباراه ويكونوا في حاله تركيز اكبر عشان طبعا يحققوا نتيجه ايجابيه في مباراه الزمالك ويحققوا الفوز على نادي الزمالك. كمان يعني بالنسبه للمصابين اللي يعني هيغيبوا بشكل كبير عن يعني لقاء الزمالك يوم الخميس القادم عمر خالد كاستيلو ومحسن رمضان يعني ما زالوا حاليا في فتره العلاج. يعني يمكن محسن رمضان طبعا الاصابه اللي تعرض لها في مباراه وداد سمار المباراه النهائيه في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه بكسر مضاعف في كوع اليد. وكمان يعني نفس المباراه دي تعرض فيها عمر خالد كاستيلو اصابه في العضله الضمه فحاليا هم ما زالوا يعني في فتره العلاج وهيغيبوا عن يعني لقاء الزمالك يوم الخميس القادم. يمكن طبعا لقاء الخميس يعني خليني اقول لك يا كريم ان هو هيكون يوم الخميس في مدينه اسماعيليه الساعه 4 يعني على صاله نادي اسماعيليه. ده بالنسبة لكرة اليد. خليني بقى أنتقل وأروح لأخبار الفريق الأول لكرة السلة تحت قيادة طبعا مستر أجوستي. والنهاردة إن شاء الله يعني عندهم تمرين الساعة 2 بعد راحة سلبية لمدة يوم، يعني راحة سلبية كانت امبارح، النهاردة إن شاء الله عندهم تمرين عشان يستعدوا يعني طبعا بشكل قوي للفترة المقبلة. ويخليني طبعا أقول لكم إنه كمان
الاتحاد العربي لكرة السلة امبارح يعني قال انه جميع الاندية اللي هتشارك ان شاء الله في البطولة العربية اللي هتقام يوم 29 من الشهر اللي جاري حتى يوم 9 اكتوبر، انه لازم جميع الاندية خلاص يعني تبعت يعني قوائم او قائمة الفريق اللي هيكون فيها يعني جميع اللاعبين ان شاء الله هيشاركوا في البطولة العربية، فاخر ميعاد هيكون يوم 27 قبل البطولة بيومين عشان يقدروا خلاص يعني يشاركوا بشكل رسمي في البطولة يوم 29 من الشهر الجاري. كمان استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، خليني اقول لكم ان يعني الفريق الاول لكره اليد بنات تحت قياده طبعا الكابتن يحيى يوسف كان عندهم يعني مباراه امبارح امام نادي حلوان الرياضي، واكتسحوا يعني نادي حلوان بنتيجه 48-4، والنهارده ان شاء الله هيكون عندهم راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا بكره عشان يستعدوا لمباراه هليوبلس يوم الثلاث المقبل، واللي هتكون هنا داخل مقر النادي الاهلي على صاله الامير عبد الله الفيصل الساعه 6. طبعا دي هتكون ضمن المنافسات يعني بطوله منطقه القاهره. يمكن ده طبعا يعني هواندو يا كريم كانت كل الاخبار والامور المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي، وطبعا يعني قطاع الناشئين واستعداداتهم للموسم الجديد. والان العوده مره اخرى للاستوديو ملك طبعا يا كريم، تفضل. في الاخبار يا حبيبتي، كل الشكر لزميلتنا العزيزه سارة حامد على هذه التغطيه، وطبعا لسه مستمرين معاكم، ونخش بقى معاكم على الصحافه الرياضيه.